طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. من يسمع صوتي منه؟ احنا مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ظلينا بالفلوجة، لا حد سأل علينا لا حد قال ايش محتاجين، والله شمرت الكلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت، ما يصير هيك، يعني احد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن. احنا نريد زلمنا المسؤول عليهن هادي العامري، تلقانا هادي العامري هناك سنع الزلم قال ساعة ويلحقونكم. ليه هسه مواليد 2000 شنو ذنبه عمي ولا سن بحقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيتي، انهجم بيتي، اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقة ضعيفة ظلينا محصرين هناك بالفلوجة تحمل الجوع والضيم، زلمنا اريدهم اني. 73 زلمة، كارثة والله يا وليدي كارثة، واحنا حريم وبطن بستان. أناكم مو غالي عليكم، ولدكم مو غالي عليكم، أخوتكم مو غالي عليكم، ابناء شبابكم ابناء من الله يساعدكم. زلمنا اليوم سنة وخمسة أشهر مواليد 2000، أخويا والله زلمة كبير أبوي عملية براس طار، الله وكيلك ومحمد كفيلك، لهذا يومك ما عرفنا عنهم كل شيء، كل شيء ما عرفنا عنهم من هذا يومك. وهاي من 30/5 طلعنا من السجن على الصقراوية، ولد اخوتي واخوتي ولد اخوتي مواليد 2000، اخويا وحيد عنده مواليد 2000، ذولا ولد ثلاثتهم، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم من 30/5 لليوم ما يندل عليهم؟ والله 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 ابويا من قد القهر من قد القهر انجلط ومات، وبرقبته 6 أطفال. اسمعوا نداء الارامل، اسمعوا نداء اليتامى، اسمعوا هاي الاراضي، حتى الارض بكت، حتى الارض بكت، والله والله لو ينزل على الحجر لا على الحجر اهتز. برد الوليد، حطوا عليه 21 دفتر وما طلعوا ولده، امه تبيع كليته على مود وليدها. اليوم سنه واربع اشهر معقوطين، لا حد نشهد لا حد يقف علينا، يا لا عان ولا عواني، لا وليد لا اسلمه لا راعي بيت، ضلينا بس النساء يا وليدي، ما يدري فيها شنو ذنبه. اريد الزليم احياء ميتين جيبونا اياهم يا وليدي. الله يا ربي هم رضا وعايشين على هالشيء وعايشين على الجوع، والله هذا اللي يدري لو عشكم قران لحط ايدي عليه، وانا احس مريضه الدم القليل تسدد، والله يا ابا والله مريضه والله، وايها ايها شيء اللي يبغاك ما تصدجوني، يا مال المريض مال القلب اطلع لكم يا تصدجون. يا ابا ولادي 4 وابني 5 بعد صغير، كبري هذا الوليد في اليوم العالمي للمفقودين. نحن هنا في الرافدين نستذكر المفقودين والمغيبين والمخفيين يوميا في نشراتنا وبرامجنا. في اليوم العالمي للمفقودين، هل تعلم عزيزي المشاهد أن في العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم بحسب الصليب الأحمر الدولي؟ في اليوم العالمي للمفقودين تقدر اللجنة الدولية للمفقودين عدد المفقودين في العراق بين 250,000 ومليون شخص. في اليوم العالمي للمغيبين الذي وافق يوم أمس، لماذا لا يشرع البرلمان في العراق قانونا يلزم حكومة عبد المهدي بوضع سقف زمني لحسم ملف المفقودين والمغيبين؟ في اليوم العالمي للمفقودين، لماذا لا نسمع من بعض الساسة في العراق سوى تصريحات وتغريدات حول المغيبين؟
في اليوم العالمي للمفقودين، لماذا يهدد بعض نواب البرلمان بالملاحقة القانونية كل من يطالب بعودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم؟ هل هناك قانون يحرم ويجرم عودة النازحين إلى منازلهم؟ في اليوم العالمي للمفقودين، لماذا تستمر حكومة عبد المهدي بالسكوت تجاه المغيبين؟ في اليوم العالمي للمفقودين، لماذا لا نشاهد رئيس الوزراء يصرح بفتح ملف المغيبين والمفقودين؟ في اليوم العالمي للمفقودين، أين المختطفين من الأنبار وصلاح الدين وبغداد ونينوى وديالى وغيرها من مناطق العراق؟ في اليوم العالمي للمفقودين، أين سيادة الدولة على كامل أراضي العراق في حين أن الحكومة لا تستطيع الوصول إلى أماكن في العراق ومنها جرف الصخر؟ في اليوم العالمي للمفقودين، أين دور القضاء في العراق في التحقيق في هذا الملف الإنساني؟ في اليوم العالمي للمفقودين، أين المفقودين والمغيبين والمختطفين في العراق؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم التي خصصناها لليوم العالمي للمفقودين للمفقودين والمغيبين في العراق. يعرف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته، ويستتبع هذا الحظر واجب التحقيق في قضايا الإخفاء القسري المزعومة ومحاسبة المسؤولين. في 30 من آب من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، في وقت يتصدر العراق قوائم الدول بضحايا الإخفاء القسري ممن اختطفوا على يد الميليشيات والأجهزة الحكومية التي غيبت الآلاف من العراقيين على مدى السنوات الماضية. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. في 30 من آب يحيي العالم ذكرى المغيبين قسريا، أولئك المعلقين بين الحياة والموت، فلا هم في سجل السجناء أو الطلقاء ولا هم في سجلات المقابر. تعرف الأمم المتحدة التغييب القسري أنه أسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع، لا يستهدف شخصا أو أسرة بعينها بل مجاميع سكانية كاملة. تضيف الأمم المتحدة أن سياسة الإخفاء القسري أضحت مشكلة عالمية ونتاج أنظمة تدعي الديمقراطية وليس حكرا على الدكتاتوريات كما يتحدث التاريخ. العراق مثال شاخص لانتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري، فبسبب سيطرة الميليشيات وانعدام مفهوم الدولة وغياب حقوق الإنسان صار الإخفاء القسري ظاهرة متفشية لا حالات فردية. مع بداية الاحتلال الأمريكي برزت سياسة التغييب والاختطاف كمنهاج عمل للحكومة وأجهزتها الأمنية، وكشف في غير مرة عن سجون سرية لا يعرف طريقها إلا سجانها يقبع فيها مواطنون بحت أصوات ذويهم بحثا عنهم. كل ذلك لا يعد كبيرا أمام عشرات الآلاف من المغيبين بعد عام 2014 إبان الحرب على تنظيم الدولة وتنصيب الميليشيات نفسها كمحارب للإرهاب، فاستهدف سكان مناطق بعينها واختطف عشرات الآلاف منهم على يد الميليشيات. عرف منهم زهاء 2000 في سيطرة الرزازة في الأنبار، و700 في ناحية الصقلاوية بالفلوجة، والمئات في هيت، وهناك آلاف لم يبلغ أهلهم عن اختفائهم خوفا من الملاحقة والاتهام بأنهم إرهابيون يقاتلون في صفوف التنظيم. وهكذا القائمة تطول، فهناك آلاف عديدة في صلاح الدين وبغداد وديالى والموصل ساقتهم الأقدار للوقوع بيد الميليشيات، فطويت صفحتهم ولم ترد عنهم أي أخبار سوى ما يكشف بين الحين والآخر عن سجون سرية تكتظ بنزلائها، كما كشفت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن سجون سرية تديرها الأجهزة الحكومية في الموصل وأخرى تديرها الميليشيات في جرف الصخر. المصير المجهول لم يعد في مخيلة غالبية ذوي المغيبين كذلك. بعد الكشف عن مئات الجثث قالت الحكومة عنها إنها مجهولة موجودة في الطب العدلي ببابل، عندما تبنت منظمة خيرية يديرها أحد زعماء الميليشيات دفن الجثث، ما عاد الملف للواجهة مجددا وما أعلن عنه غيظ من فيض.
معاناة ذوي المختطفين لا تقل مأساة عن أبنائهم، فهم يتعرضون بشكل مستمر لعمليات ابتزاز ومساومة للكشف عن مصير ذويهم، كما أن مطالباتهم لم تلقى آذانا مصغية من قبل السلطات الحكومية المتهمة أصلا بتجاهل معاناتهم وعدم اتخاذ أي خطوة جدية لمعرفة مصير المغيبين ولا التحقيق مع الجهات والقيادات المتهمة بخطفهم وتغييبهم. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للمغيبين، احنا نعرف المغيبين هم دائما يعني من طائفة معينة، هم أبناء السنة. فإذا الحكومة اللي تسمي نفسها هي حكومة، هي ترعى هذا العمل الإرهابي، يعتبر يعني هذا الخطف والقتل على الهوية والتغيير الديموغرافي للمناطق السنية مثل جرف الصخر والقرى موجودة بالديالة وغيرها وبالموصل. إذا كانت الدولة هي تحت طاولة القانون، هي من ترعى هاي الأمور، يعني الخطف وتغييب الناس واعتقالهم وذويهم، ما يعرفون أي يعني أخبار عنهم. يعني الحكومة هي نفسها هي ترعى هالشيء، هاي الحكومة العراقية، ومع الأسف نسميها حكومة عراقية وتحمل هذا اللقب، لقب العراق، هي حكومة ميليشياوية. فتشوفهم هسه مثلا هادي العامري وقيس الخزعلي وقبل قادة الجيش المهدي، اللي هم رعاة هذا الاختطاف والقتل على الهوية بالطائفية بال2006، حاليا هم يمثلون القانون ويمثلون الأغلبية بالبرلمان ويمثلون الداخلية والأجهزة الأمنية. يعني الأمن الوطني، احنا نعرف كنا الأمن الوطني اللي يعتبر هو أمن وطني للعراق، هو هذا جهة ساندة وهي اللي تغطي وهي اللي تعطي المعلومات لاختطاف الطيارين وقتلهم وضباط الجيش السابق والناس اللي وطنيين والشخصيات المعارضة لهم، أي شخصية تعارضهم أو أي منطقة تقوم بمطالب شرعية أو غيرها. شفنا احنا اللي صار بالأنبار وجرف الصخر وديالة وصلاح الدين والأنبار على طائفة معينة. إذن الحكومة نحن نعرفها والشعب العربي كله يعرفها أنها حكومة طائفية، حكومة مجرمة، يعني اعتقلت آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف، يعني ما حد يعرف حتى الإحصائية الحقيقية لعدد المغيبين. ذات اليوم صارت حادثة بابل، اللي أحد زعماء القادة الميليشيات، شون انت لقيت هاي الجثث؟ شو وداها للثلاجة؟ شون انت قائد ميليشيا وانت تدفنهم؟ زين ذولي ليش ما ودوهم سوولهم فحص الدين في سبيل يعرفون المن دولي؟ ما الحكومة وقفت عاجزة ما سمعنا أي تعليق أو تصريح من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول هذا الموضوع. هسه عادل عبد المهدي نعرف حزب دعوة ولا لإيران وغيره، لكن احنا السياسيين السنة اللي انتخبناهم الموجودين بالبرلمان وموجودين بالأجهزة الدولة وموجودين بالوزارات، يعني وقفهم صامتين أمام هذه الجريمة. هذا نموذج 300، حادثة الرزازة عددهم 1400، حادثة الصقلاوية 640، وغير حادثة الموصل اللي يسموه تحرير الموصل، هو تخريب الموصل على رؤوس أهلها، يعني هجموا البيوت وهجموا المناطق بالكامل، استخدموا في المعركة يقولون عليها معارك تدمير شامل، تدمير البنية التحتية على رأس أهلها. لحد الآن الجثث تحت الأنقاض، ذول هم كلهم مغيبين. يعني ألا يخلون أحد يجي يدور ويعرفوهم أهلهم أو يأخذوهم يدفنوهم. مسيطر الميليشيات على هالمناطق في سبيل ما يتم فضح هذه الميليشيات، وهاي اللي يسموها معارك يعتبروها يعني قانون دولي إنها معارك إبادة جماعية. لكن السياسيين السنة بكل محافظات السنية وقفهم عاجزين حفاظا على مناصبهم والمكاسب اللي تجي من وراء هالمنصب على حساب أرواح ودماء الناس السنة. وجرف الصخر هاي حاليا ما حد يقدر اتحدى اي برلماني عراقي او مسؤول سني بالعمليه السياسيه انه يطب ويزور ويشوف المعسكرات الموجوده، الحرس الثوري وفيلق القدس وحزب الله وغيرها، كلها ماخذه من جرف الصخر، وحتى اسمها غيروها جرف النصر. النصر على منو؟ اكو دوله تنتصر على شعبها، شعب يطلب حقوقه وغيرها، حتى لا يدوني سمي خالف. خلي يغير الاسم بس، خلي يرجع الناس لمكانهم.
ما يرجعوها لان هي اوامرها. وطلع اكثر من مسؤول قال امر جرف الصخر مو بيدين السياسيين السنه او بيد الحكومه العراقيه، الامر يرجع الى قيادات في الحرس الثوري وقيادات في حزب الله. فالسياسيين ما لهم سلطه، لا المحافظه له سلطه ولا الشيوخ العشائر ولا المجتمع الدولي له راي ولا عندهم قرار في سبيل ارجاع الناس الى مناطقهم. راح احكي لك حادثه يعني من صديق ضابط بوزاره الدفاع، والله العظيم يعني على كل كلمة قال، هو كان أمر لواء بالسعدية، فهو يعني من السنة ينقهر، هو يعني مجبر أن يرجع ويداوم، وهو يناسب الدفاع والداخلية رايحين على مود الراتب ويعيشون بكرامة وشرف يعني، بس مو ناس مجرمين وقتل كل الدفاع والداخلية. احنا نعرف اكو ناس طائفين مسيطرين على هرم الوزارة. قال أنا من أجي من السعدية، قال والله العظيم أطب مناطق قرى سنية ومعروفة على طريق ديالة، قرى سنية يقول محروقة ومهجورة عن بكرة أبيها، لا المحلات مكسرة ومفرهدة، البيوت محروقة، البساتين محروقة، أي حركة ماكو، كل أهلها مهجرين، وتعرف قتل وتغييب واعتقال وإجرام سوهم بهاي المناطق. يقول أتعدى مسافة أمشي بموكب طبعا، هو يقول تجيني قرية شيعية، يقول الحياة طبيعية بيها ومحلاتهم وأسواقهم محد يومهم. إذن المقصود إحنا مقصود السنة ومناطق السنة وأملاك السنة، وإحنا نعرف أن المرجعية راضية بهذا اللي جاي يصير، هذا الإجرام. المرجعية لو عندها رأي ثاني كان طلعته ورجعت جرف الصخر، غلقت هذا الملف اللي هو عار وصمة عار على الحكومة. المخيمات إحنا وين عايشين؟ أنتوا تقولون قضينا وفرحتوا بالانتصار على إرهاب داعش، ليش ما تنهون ملف النازحين او الملفات المخيمات الموجوده بالانبار وبموصل وبصلاح الدين وبشمال العراق؟ ليش ما تغلقوه؟ اذا الحكومه راضي لها، وهي اي جريمه يقوم بها اي منتسب طائفي ولا الايراني يقوم باي جريمه ضد بحق اي مواطن سني، القانون ما يحاسبه، لا وزير الدفاع ولا ابو الاستخبارات العسكريه ولا ابو الاستخبارات الامن ولا المخابرات ولا الامن الوطني، ما يحاسبون اي منتسب، يعتبروهم كلهم فوق القانون، يعتبروهم خط احمر. اذا احنا أنا أشكرك اخي صباح من بغداد كان معنا. طبعا احصائيه اللجنه الدوليه للمفقودين للعام الماضي 2018 قدرت عدد المفقودين في العراق بين 250 ألف ومليون شخص مغيب، بينما تتحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم. وكذلك بحسب دراسة لمنظمة Human Rights Watch المهتمة بحقوق الإنسان، فإن الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ قوات في الجيش والجهات الأمنية، غير أن العدد الأكبر تم على يد مجموعات منضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي التي تعمل تحت إمرة رئيس الوزراء عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق. طبعا أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلمى عودة اليوم بأن مئات الآلاف من المفقودين في العراق لا يعرف عنهم أو لا يعرف عنهم ذووهم أي شيء. وقال سلمى عودة بأن الصليب الأحمر تمكن من مساعدة 1500 عائلة عراقية لمعرفة مصير مفقوديها بين عامي 2018 و2019، مضيفة بأن عدم معرفة عدد المفقودين بشكل حقيقي هي من أكبر المشاكل التي تلاقيها المنظمة. وكذلك أشارت يعني في اليوم العالمي للمفقودين، أشارت سلمى عودة كما ذكرنا بأن الأعداد التي ذكرتها منظمة الصليب الأحمر هي ليست سوى نقطة في بحر في الأعداد أو من الأعداد الحقيقية للمفقودين. في اليوم العالمي للمفقودين كذلك كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن وجود أكثر من 3200 معتقل من أهالي سامراء في سجن سري تابع لميليشيا سرايا السلام في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين. وقال المركز بأنه حصل على شهادة معتقل سابق خرج توا من أحد السجون السرية لميليشيا سرايا السلام في سامراء، مضيفا بأن ميليشيا سرايا السلام اعتقلت هؤلاء منذ عدة سنوات وأودعتهم في سجن سري داخل مجمع الشقق السكنية مقابل ضريح
السيد محمد في قضاء بلد. تشير طبعا تقارير حقوقية موثقة إلى أن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المغيبين والمعتقلين قسرا ما تزال في تزايد مستمر، بينما تغض السلطات الحكومية النظر عن تلك الجرائم الممنهجة لدواعي سياسية وطائفية. معنا اتصال أبو صالح من الديوانية، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بيك. يا أهلا بيك، تفضل. الله يسلمك. الله يخليك. أقول لك أخوي، أنا عندي أخوي مفقود بسبعة ثمانين. أخوك مفقود؟ نعم مفقود بسبعة ثمانين بإيران. 84 بسبعة ثمانين. نعم بالأربعة ثمانين دزلنا صور ذاك اليوم، عرفنا بالصور موجود عندهم. منو دزلكم رسالة؟ الصليب الأحمر منو؟ لا الصور جاتنا من إيران. نعم أكو واحد اسمه سيد حسن موسوي. هو محتفظ بالصور نشرها بالعراق. نعم 450 أسير على حدود روسيا. نعم أخوي هو من ضمنهم وياهم. زين ما راجعتوا الصليب الاحمر اعطيتوهم هاي الصوره او هاي المعلومات؟ راح الصليب الاحمر طردوني. طردوك؟ قال ماكو حكي. اي قال ماكو حكي. نعم زين جهات حكوميه قلت لهم قال ماكو حقوق الانسان حقوق الوزاري. نعم رحت له قال ماكو حكي هم طردني. زين عدوا واحد خابر الصليب الاحمر الايراني. نعم خابر الصليب الاحمر الايراني قال موجودين اسره، هو اسم اخوك موجود هذا عندنا. نعم احنا لسه ظلينا حايرين ما دونش. الله يعينكم والله. والله يعني شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي انه هناك بعد اكو اسرى عراقيين بعدهم بايران. زين يعني غير المفروض الحكومه تتابع هذا الملف ابو صالح؟ ما عندنا حكومه، احنا احنا حكومه ما عندنا، احنا مبيوعين. حكومه ما عندنا والله. احنا بينا كم واحد قلنا والله العظيم بزياره الامام الحسين نعرف يسوي بالايرانيين لطب العراق، نعرف يسوي بهم. ما طول انا اقول لك اسره عراقيين ضامنهم بايران وما يدزون من العراق. زين برايك ايران شو تسوي بذولا من الثمانينات؟ والله العظيم شو عندنا حكومه ما تمنع السفاره الايرانيه. نعم تمنعها والله. لازم انت عراق واحد بلد واحد، ما يصير شيء. والله جزعنا والله مليان احنا تعبنا والله. نعم شنو بال 84 ظل اسره عندهم بايران لسه شنو شو يسوون بهم ذولا؟ والله يشتغلون بهم عندهم معامل على حدود روسيا. معامل مال طابوق. معامل مال طابوق عود ما عندهم لا جنازتي ولا شهاده، ما عندهم مستمسكات ويشتغلون عليهم. مستمسكات هم مالتهم موجوده حطوا على الجثه الايرانيه وجت للعراق. مستمسكات وجابوه قال لك هذا ابنك. يعني شنو هاي ايران احنا لا بالثمانينات خلصانين من عندها ولا هسه خلصانين من عندها من مشاكلها؟ اي هم جثث الايرانيه على مود ندفنها بالنجف. بزمان النظام السابق. نعم الله يفرج عن كل مغيب ومفقود. الله يفرج عن كل مغيب ومفقود. عندك شيء ابو صالح الضيفه؟ والله ابن عم والله خلقي لك والله العظيم احنا منا لزياره الامام الحسين نعرف يسوي بهم. كفيلك الله نعرف يسوي بهم الايرانيين. نعم لا ما سوى لحد. اول شيء حكومه ما عندنا. لاك حكومه ولا عبد ولا واحد طالب بيك. والله شنو عسرة والله بيران الله وكيل اقرار ساجنها. شنو ذنب العالم شنو ذنب؟ نعم. أنا أشكرك أبو صالح من الديوانية. معنا اتصال أبو أمير من الديوانية. الله يخليك. تفضل أبو أمير. أبو أمير تسمعني؟ أبو أمير. انقطع الاتصال مع أبو أمير. من الديوانية. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أبو عمار من السويد يقول السلام عليكم،
يقول أكثر الأخوة المفقودين كانوا في زمن نور المالكي ولا أحد يعرف مصيرهم لغاية الآن بعد أن تم تسليمهم للميليشيات، والآن فاجأنا المالكي يطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد أن سرق أموال الشعب ودمر المدن السنية وسبب مجزرة سبايكر والموصل، يجب محاكمته ومحاكمة الجعفري والعبادي من قبل الشعب، والله والله المستعان. تحياتي لكم أبو عمار من السويد. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر مأساة ومعاناة مواطن العراق وما يتعرض له على يد الفصائل المسلحة والتي ليس لها مصلحة سوى دمار الوطن كما يقول والمواطن العراقي وهو في أعلى مستوياته منذ سقوط بغداد في 2003. اليوم يقول اقشعرت الأبدان بعد سماع خبر انتحار رجل عراقي في 60 من عمره في محافظة البصرة بسبب نقص الدواء والعناية لمرضى السرطان في العراق. العراق الذي كان الأول عالميا كما يقول في مجال الطب أصبح اليوم لا يقدر حتى على توفير جرعة لداء السكري لمرضى السكر أيضا، والكثير الكثير من الإساءة لهذا الشعب العربي الأصيل. أبو أمير من الديوانية يعاود الاتصال، تفضل أبو أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله، يا اهلا بيك، اهلا وسهلا استاذ. انا ابوي فقد 88. نعم. وصرت صور من الجهه الايرانيه مجهولين عندهم هناك بحدود روسيا. حاكمهم النظام الخميني. نعم، نفس قضيه ابو صالح قبل شويه وهم من الديوانيه. ايه نفس الشيء. نعم. عرفت ليه؟ ومن عندهم هناك بحدود الروسيه الايرانيه. نعم. وما لا يقولون يقولون ما يعطوناهم ولا هم الجايبين هم حاكمينهم هناك وظالمين مرجعين وظالمين في جناحهم. نعم. الحكومه لا تطالب بهم. زين ابو امير، ما حاولتوا تراجعون صليب أحمر، أمم متحدة، القنصلية الإيرانية بالنجف؟ بعد انتحر بغداد وراجعنا الصليب الأحمر. أي يقول هاي دعايات وما فيه حاجي، خذوا من عندنا معاملات وسربطونا كل شيء ما سوونا. زين شنو المعلومات اللي وصلت لكم منك؟ شنو المعلومات؟ معلومات وصلتنا من إيران، طلعنا صور يشتغلون المعامل يشتغلون عليهم حزينهم يشتغلون عليهم. الصور حديثة؟ صور حديثة وصورة والدي شفتها، واحد من ربعنا يعني الدواليه واحد شافوا اللي شافوا اخوه اللي شافوا ابوه اللي شاف عمه. انا صورة والدي شفتها عادي له ما في شيء عادي. نعم. الو وياك ابو امير وياك. اي والله استاذ، احنا ما عندنا غيركم اللي سوي لنا حادثتكم. الله يسلمك، هذا اقل الواجب. زين ما راجعتوا احد من اطراف الحكومه، احد من نواب الديوانيه كلفتوه بلكي يلقى طريق يسال؟ ما يسوون شيء، رجعنا ما سوون شيء، يقولون ماكو شيء، هذا ماكو شيء موضوع. والحكومه شكلها عارف ما تطلب ايران بالهين، ايران هم وايران من دمجين سوى وما جايين تجاوب احنا اي شيء يعني. نعم. اي والله استاذ، والله نسال الله اذا موجودين ان شاء الله يرجعوا لكم بالسلامه. ان شاء الله يرجعون بالسلامه. هم بيهم وعاي وشوفت على الفيت نشوفه وعاي صور يعني مويت. نعم. الله يعين ابو امير. ان شاء الله اذا طيب يرجع لكم بالسلامه ان شاء الله. رحم الله والديك، احنا نريد مساعدتكم ويانا استاذ. إذا عندك صور دزنا إياها على الواتساب. هاي الصور تقول عليها موجودة، ها؟ موجودة عندي. إي هذا راح يطلع لك هسه رقم الواتساب ودزلنا الصور. إي دزلنا الصور. دزنا على الواتساب هسه أنت تشوف الشاشة مو؟ الشاشة شوفها. إي هذا رقم الواتساب هسه على الشاشة موجود، دزلنا الصور وإذا عندك معلومات مكتوبة هم دزلنا إياها. ها راح نوقف الشاشة بين ما تكتب الرقم وتقول كتبت الرقم 0444
7441910 عد لي يا ابو لز. اي صفرين. عد لي يا ابو الحضور. نعم صفرين. الو وياك وياك صفرين. تسمعني؟ اي صفرين. اي وياك. اي أربعة 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 سبعة سبعة أربعة 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 واحد تسعة واحد تسعة واحد صفر واحد صفر سبعة سبعة ستة اثنين ستة اثنين. إيه كتبته تمام؟ مشكور استاذ. العفو. دز لنا الصور واذا عندك معلومات دز لناها على هذا الرقم على الواتساب. موجوده موجوده موجوده. الله يسلمك، انا اشكرك اشكرك ابو امير من الديوانيه كان معنا. هاي طلايب ايران ومشاكل ايران. هاي الاسرى العراقيين بالثمانينات معاناه وما زال هناك مفقودين، ما حد يعرف مصيرهم، ولا اكو حكومه تتابع هذا الملف الانساني، ولا الموجودين في العراق اللي هم تم اعتقالهم على يد ميليشيات تابعة لإيران حاليا في العراق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بهذه الحلقة حول المغيبين والمفقودين في العراق، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عبد الله من تركيا، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك عمر، حياك الله يا نبي. جزاكم الله خير. جزاك الله يحفظك على القلب الكبير الواسع. الله يسلمك، هذا واجبنا. الله يحفظك اخوي. الله يخليك. الله يبارك فيك حبيبي. تفضل. والله يا اخي هذه شغله في ايران والله ما تخلص يا اخي، سبحان الله ما تخلص. والله اني يعني من خلال قناتكم هاي الفاضلة دائما يعني أرجع يعني والله يعني أتمنى تصير برامج توعية يعني للناس يعني عن هذا العداء التاريخي يعني من إيران. صدقني يعني والله العظيم يعني ماكو هيك وحشية، ماكو هيك وحشية. أني والله دائما أرجع يعني أعيد، افتريت العالم يا اخي والله 23 سنه افتر بالدول دول العالم، وحتى لايران رحت. لايران رحت تعرف اني من زمن النظام، زمن النظام رحت لايران. اقسم لك بالله العظيم نايمين العراقيين اللي هاربين من الجيش واللي هاربين ما ادري منين زين وجايين على ايران، والله العظيم نايمين مشمرين بالشوارع، يجونهم دول البلديه تكرم بالبسطه لضربه زين، يقول له لحد الان حتى الكلمه اتذكرها والله، يقول له بلنشو بلنشو عربه كثيفه، العرب الوسخين قوم زين. وهم يعني ما اعرف ايران شو مسويت لهم، والله ما اعرف يعني معقوله هاي الحقائق كلها مغيبه عنها الناس يعني زين. زرعوا عندنا الطائفيه، وزرعوا عندنا الكراهيه، وزرعوا عندنا هالمليشيات هذا زين. يعني هاي العالم مليانه السجون، الشباب هاي والاطفال، عرفت شلون؟ فيا اخي ما اعرف والله يعني ما اعرف يعني الشعب هذا الى متى يبقى هيك يعني نايم؟ ما يصير يعني والله العظيم الى متى؟ عرفت شلون يا اخي عمر؟ نعم يعني معقوله يعني فضائيات مليانه لسوم قامت هاي شو اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، هالقنوات هاي الفضائيه
آلاف القنوات يعني، وين راح من أدنى الوحي؟ والله ما أعرف الناس يعني ليش لهالدرجة يعني، يعني ماكو قلوبنا رحمة، شلون راح الله يرحمنا يا أخي؟ والله ما أعرف زين يا أخي، ما يعني هسه الدنيا يا أخي والله أحد ما يباوق قاعد يشوف بعينه يعني زين، جثث مقتلة ومشمرة بالشوارع، شنو يا أخي ذولا؟ يهود، حتى اليهود يجمع ما حد يسوي بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سووا وياهم هيجي زين يا أخي، كنا بلد يعني أهل بلد واحد، عرفت شلون؟ نعم عايشين يعني مئات السنين آلاف السنين، شنو اللي صار يعني؟ أنا والله دائما يعني أرجع وأكرر يعني ما أمل من هل 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 هل, هل, هل سامحوني يعني، والله سامحوني إذا أكرر هل هالأمور هذا، لأنه يا أخي والله عقلي ما قاعد يستوعب هالإجرام هذا يعني زين، من أشوف هالشباب هاي وهالنسوان هاي والله من خلال قناتكم الكريمة يعني زين، بالمعتقلات وبالمخيمات وبالمشمر ينزل عبالك، والله ما أعرف أقول لك زين، شنو ذولا مو عراقيين ذولا؟ جابونا فتسوالف إيران، جابونا فتسوالف بحيث يعني شتتوا الشعب وأفكار شتتوا الشعب بيها، خلوا الأخ ما يحن على أخوه، سبحان الله ينتقم منهم يا أخي، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم، والله العظيم الله يعني عزيز وجبار وقهار، وهذا الملك كله بيد رب العالمين، والله ما تدوم زين، ما تدوم ما تدوم الأكبر، أكبر جبارة الأرض ما دامت زين، خلي الإنسان شوي يصفن هيجي ويقول هذا يا أخي بشر، عنده أخ وعنده عم وعنده ابن عم وعنده زين، باكر هم احنا راح تنقلب الكفة وهم راح نظل هيك، واحد يقتل الثاني إلى أن تنتهي تقوم الساعة، يصير هيك يا أخي. نعم زين، أبادر مبادرات، احنا الشعب نفسنا نبادر مبادرات يا أخي، دول المعتقلات شنو نسوي مظاهرات زين، دول اللي قاعد يتكتلون بهالشكل هذا المهين البشع زين، ما ننتظر يا أخي، ما ننتظر احنا منظمات، هاي المنظمات مع احترامات يعني منظمات باحة طويل ونفسها طويل، هذا الأخ قبل شوية اتصل عليك يقول لك من 84، أدري وين من 84 صار حاطينهم بالمريخ، وين راحت عنهم المنظمات؟ نعم وين راحت عنهم وين راح عنهم الإعلام؟ وين راح عنهم فاضل من 84؟ الله أكبر صار لهم 50 سنة، أي شنو نمل؟ قوم نمل يا أخي. نعم احنا أنا آسف أبو عمر والله أنفعل بعض الأحيان يعني. أنا أشكرك وأشكر مشاعرك الطيبة تجاه العراق وأهل العراق. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك استاذ، توجيه رساله اذا ممكن يعني، يعني للشعب، للشعب احنا الحكومه بالله يعني يئسنا منها انتهى موضوعها، بس رسالتنا للشعب يعني، الشعب يعني يعني ماكو هيك شعب هسه يعني، هذا العالم كله بلد بلاد اليهود، بلاد دول الخليج يعني، ماكو هيك يعني شعب هسه في ترى الدول العالميه كلها ما تلقى هيك شعب يعني سياسي فاسد يعني، ويريد ينتخبونه نفسه يعني، معتقلين السنه وسياسيين السنه يعني، ما واحد انا اقول لك يفترون على الشعب وبوقت الانتخابات وبوقت مصالحهم الشخصيه ما لهم علاقه لا يعني، حتى اذا يعني يعني حكم بهذا الموضوع اعلاميا يعني، اعلاميا مو من القلب، اعلاميا قدامي يعني علي يخافون حتى علي 18 هم بحسب ارقامهم 18% اللي راحوا شاركوا بالانتخابات الاخيره وباعتراف الانتخابات مزور، فالشعب ما راح انتخبهم، صعدوا الجماعه بالتزوير وصاروا نوار. استاذ والله استاذ هسه احنا مناطق سنيه جاي نشوف التعب شلون يتلقى سياسي كلها سني، مو كلها ايش قد يعني مثلا اذا اجى نائب برلماني معقوله طلعوا كل ذيك القريه او ذيك المدينه؟ اكو ناس مستفاده واكو حيش السامع ناس لوقيه، اي اكو في كل مجتمع، بس ما تقول لي انه مثلا كل الناس طلعت، لا نشوف مثلا نائب يروح المنطقة يطلعوا له 10 20 50 100 جوز 200 ممكن. نعم. استاذ ولد عمي معتقلين صار لهم 4 سنوات. نعم. ما خلينا سياسي سني ما قلنا له
ما اتصلنا بسياسنا هواية أمور وعلاقات وما أعرف شنو. وتلقى جندي 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 شيعي وصلك المكان، والله يوصلك المكان أكثر من برلماني سني. شنو القضية؟ يعني ما أعرف، يعني ما بيدهم شيء. محمد الكربولي البارحة نائب محمد الكربولي يقول إحنا فشلنا في إيجاد حل لموضوع المغيبين والمفقودين. البارحة غرد يعني يقول لك إحنا فشلنا ما بيدينا شيء، وبالفعل هم ما بيديهم شيء. إحنا ذكرنا بالمقدمة أقصر شيء تصريحات وتغريدات. الساد ما بيديهم شيء، يغير يا أخي الشعب، يخلي يغير يا أخي. نعم. رسالتي للشعب، الشعب لازم يغير. نعم. سواء كان شيعة أو سنة. الساد لا سياسي سني فايد ربعة ولا سني العفو الشيعي فايد ربعة. يا أخي ليش يعني هاي العراق إلى متى راح يعني إلى متى راح يظهر بهاي القضية؟ الدول العالم تواوع علينا، الأطفال ماتت، النساء بالسجون يعني بكثرة حيل، يعني نزاع عشائري، فساد إداري، فساد مالي، فساد يعني ماكو قضية زينة تلقاها بالشعب العراقي ولا يعني ما معقولة يعني تصل هيش مراحل. والله ما أدري أستاذ شو أقول لك، شو تعلق مصيبة يعني. والله هي مصايب بالعراق صراحة، والله مصايب يعني أستاذ. حتى بالبيوت ظهرت مشاكل والله، سببها الحكومة وسببها نعم. يعني ما اعرف يعني شرحها. نعم الله يعين الله يفرج. انا اشكرك اخوي علي من بغداد كان معنا. ابو حسين من الرمادي، تفضل ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. الراس ثوره عارمه من جميع الشعب العراقي، وانا احيي اهلنا بالديوانيه الاخوان اللي اتصلوا. يقول احنا ان شاء الله بعاشوراء نطلع شكل إيران من العراق. هاي هذول أهل ثورة العشرين، فمن يقومون ما يقفوا بجهم لا إيراني ولا برلماني. وأنا أحيي أن بالجنوب كافة يعني أهل ثورة العشرين مشهود لهم، والشعب العراقي كله متأزم ويريد ثورة عالمة القضاء على ذولا، لأنه ولدنا رحم اللي بإيران واللي هنا بجف الصخر وكله سجون سرية يعني مغيبين. شكلهم الشعب العراقي بالكامل سلة وشيعة، دمرونا عصابات والله إذا ما يرجع لهم الجيش النظام السابق وقيادات الأولية، والله ذولا لا يظلون راكبين على قلبه. وإحنا الناشد أهل الغيرة أن ينقذون الشعب العراقي من ذولا. إسرائيل تهدد بضربة لهم، هذول يهددون دحش والله. سال عمر إذا إسرائيل ضربتهم والله الشعب العراقي لكله ضر وياهم، فلا يضل لك الجريدة من إيران هنا. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أبو حسين من الرمادي كان معنا، شكرا لك. رسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخي عمر، أنا من منطقة حي السلام في بغداد، إحنا من أهل السنة بالعام 2006 ولغاية اليوم ما نعرف مصير أخواننا. يقول جتي قوة من الإيرانيين واعتقلت 45 شخص من منطقة حي السلام، ولم نعرف مصيرهم إلى الآن. يا ريت يا أخي فد منظومة إنسانية، حقوق إنسان إلى قلنا حل. يقول بعد البحث والتفقد على مصيرهم قتلوا أخوتي اثنين ولا أحد ذكرهم ولا أحد سأل عليهم. في وقت عدنان الباتشي في وقته ذهبنا إلى رحنا عليه ولكن بدون أي جدوى. يقول أخويا كريم قتلوا كان في الجيش العراقي السابق برتبة عقيد، وأتت قوة إيرانية كما يقول واعتقلتهم وياهم المخبر السري. يقول أخي الله يوفقك، اذكرها بالقناة، ذكرناها أخي وهذا أقل واجبنا. رسالة أخرى يقول فيها يعني فقط أرجو من الناس اللي ترسل رسالة، صراحة الرسالة الطويلة لا أستطيع قراءتها لأن وقت البرنامج ما يسعفنا. يقول إلى من يهمه الأمر من مدير وأساتذة قناة الرافدين الموقرة الشريفة، صوت العراق، صوت المظلومين، صوت الفقراء. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا أخوان، فقد زوجي أب لخمسة أطفال ومعيل، لا أب وأم ولا سوى من مخيم أم الجرابيع من الموصل.
بتاريخ 3/11/2017 ولكم جزيل الشكر. مفقود زوجها وعنده 5 أطفال وهم قاعدين في مخيم أم الجرابيع بالموصيل، مأساة. نعم، طبعا مثل ما ذكرنا أنه النائب محمد الكربولي في التعليق على موضوع اليوم العالمي للمفقودين يعني غرد يوم أمس على تويتر وقال: نعلن عن فشل جميع الجهود والدعوات الموجهة للحكومة للكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمغيبين قسريا. طبعا اعتراف واضح بفشل من يدعون تمثيلهم للسنة في البرلمان والعملية السياسية في إيجاد صورة حل للمغيبين والمخفيين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي خصصناها حول اليوم العالمي للمفقودين والمغيبين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.